مش عارفة. يا رب يا رب عيني على نفسي يا رب. والله زي ما بقول لسعادتك كده هو ده اللي حصل بالظبط. بس انت ما عندكش اثبات على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ محدش شاف زلطه اللي انت بتقول عليه ده؟ يا بيما ما فيش غيره جالي المستشفى وانا رحت للمريض عشان اديله الحقنه، رجعت لقيت الدولاب مكسور. الكلام ده لا يقدم ولا اخر يا ابراهيم. المفاتيح مفاتيحك والعهده عهدتك. انت عارف دي ايه؟ اتجار في مواد مخدره وقضيه اختلاس. عارف عقوبتها قد ايه؟ على الاقل 15 سنه. قسما بالله يا بيه وحياه عيالي مانا. طب انا بيه معايا المفتاح، هكسر الدولاب ليه؟ من غير حلفانات يا ابراهيم. احسن حاجه تعترف بسرقتك للعهده وتقول بعتها لمين؟ يمكن يحسن موقفك شويه. يا بيه انا ما سرقتش حاجه، انا زي ما بقول لك يا بيه انا رحت اشوف المريض، اكيد ولادي الحرام ومفيش غيره زلط هو اللي جه زارني، كسر الدولاب وخد الحاجه. براحتك. اكتب يا ابني. يحبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني. خير يا معلم حسني. خير يا سميح، ما تخافيش. مش المعلم حسني الضابع اللي اتهجم على الولاية في نصاص الليالي. واللي بيحصل ده تسميه ايه يا معلم؟ هي دي برضو اصول الرجولة؟ سميها زيارة. زيارة ونصيحة. دلوقتي؟ اه. اصل النصيحة ما تحبش الفضيحة، تحب الستر. مش كده ولا ايه؟ والرجولة بقى اللي بتتكلمي عنها دي جوزك ما يعرفش عنها حاجة. لا. معلش يا معلم، أنا جوزي أرجى الراجل. الراجل اللي ما يخافش على بيته وبناته ومراته ما يبقاش راجل. وأنا نبهت عليه مرة واتنين وعشرة، ما سمعش الكلام. تقوليش يا أختي زهقان منك وعايز يخلص. أنت عايز مننا إيه؟ أنت ما كفكش اللي جرى لنا من تحت راسك؟ تحت راسي أنا؟ من تحت راس جوزك. وعموما بقى عشان أنا ابن بلد ومش عاوز العيبة تركبني قلت اجي انبهكوا لاخر مره. وبعدها بقى يبقى عداني العيب. وربنا بيقول ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فاهمه ولا اقول تاني؟ حرام حرام. مات الكلام يا سميحه. عقلي جوزك وخليه يسترجل. وفهميه ان انتوا ولايه. ربنا يستر على ولايه. خافي على نفسك يا سميحة وخافي على بناتك والأذية ليها 1000 باب. سلام. وأنا أقول لك من غير سلام. يا أنكل مش هينفع كده، يعني ولا عشا ولا فطار.
ايه يا غاده في ايه؟ انكل يا صلاح مش عايز ياكل خالص ومش عارفه اعمل ايه في الادويه. لا سيبهولي بقى. امال الولاد فين؟ الولاد في المدرسه. طيب روح انت. صباح الخير يا عم اللواء. صباح الخير. ايه بقى تتعب غدا ليه؟ تقول انك مش عاوز تاكل ولا تاخد الادويه. لا احنا مش عاوزين كده، انت لازم تاكل وتاخد الادويه. بص انا عندي ليك حكايه مهمه قوي، بس مش هحكي لك عليها غير لما تشرب الاول. اشرب. لا ما انا مش هحكي لك غير لما تشرب الاول. يلا. ها ايوه. شوف بقى سياده اللواء، الحكايه اللي عايز احكيها لك عن واد ظابط شايف نفسه قوي، طالع فيها لفوق قوي، قبض على واد صغير وقعد يضرب فيه ويعذبه لحد ما مات في ايده. لا مؤاخذه يا سليم بيه، لحد حضرتك ما اكلتش العشاء. ماليش نفس. ينفع حد يجيب لي سيجاره ولا ممنوع؟ حتى لو ممنوع يا فندم، اوامر سعادتك، احنا كنا لحم اكتفنا من خير حضرتك. خد الاكل ده معاك دي لاي حد ياكله. والله شدة وهتزول إن شاء الله، ما تزعلش نفسك. امسك يا سناء. إيه ده يا حاج؟ امسك يا سناء، أنت هتتكسفي مني. خدي يا شيخة إحنا أهل، خدي. مش عايزة فلوس، مش عايزة فلوس، أنا عايزة ابني، عايزة ضنايا. دم ابنك وحقه في رقبتي يا سناء. طب وغلاوتك وحق جلال الله ما هدى ولا يهنى لي بال الا لما الظابط اللي عمل في ابنك كده ده يتحبس. هو يعني حبسه هيرجع لي ابني؟ لا يا ست سناء، بس هيبرد نار قلبك وهيبرد نار الواد في تربته. بقول لك ايه، انا الحاج موصيني وصيه جامده قوي، انا هاجي بكره واخدك من ايدك كده ونروح الشهر العقاري. اعملي لي توكيل وانا هتولى القضيه بنفسي. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا سناء عشان ربنا ينصرنا. قلت لا اله الا الله. بس انت ذنبك ايه يا حاج تغرم ده كله؟ استغفر الله، استغفر الله يا ست منى. يعلم ربنا ان ندى الله يرحمها كانت زي بنتي بالظبط، زي ما سياد الله يرحمه كان زي تامر ابني بالظبط. يعلم ربنا انا كنت مستني اليوم اللي هتتجوز فيه عشان اقف لها بنفسي واوصلها لبيت عريسها بنفسي. طب هنعمل ايه؟ حمار. بس باذن المولى، باذن المولى انا مش هاهدى ولا يهنى لي بال الا لما اخد بطرهم هما الاثنين. ربنا يخليك يا حاج. زي ما قلت لك يا حاجه، مصاريف جنازتهم هما الاثنين عندي. ان شاء الله الليله دي هعمل صوم كبير واقف فيه انا وابني وناخد عزاهم هما الاثنين. استغفر الله العظيم ونادي الحرام، حرام دي من بيتك، وكانوا عايزين يشيلوها لابني ويحرموني انا كمان منه، لكن اراد المولى عز وجل انه يكشف ملابهم ويترد مكرهم عليهم. استغفر الله العظيم. كنت عايزة. اتفضل يا حاج. ايه ده يا حاج؟ مستورة والحمد لله مستورة. يا ولية امسكي، احنا غرب، احنا اهل. امسكي مال. انا عارف ان ندى الله يرحمها
انت هي اللي شايلاكي وشايله البيت كله. وانا اوعدك يا حاج ان اول كل شهر هيوصلك واحد من صبياني يسلمك ظرف زي ده وانت قاعده مكانك معززه مكرمه. واي حاجه تحتاجيها يا حاج ما ترتبطيش بوقت، اي وقت اطلبيني هتلاقيني عندك في دقايق. اي والله. بالنسبة للقضية ما تقلقيش خالص يا حاجة، أنا اتفقت مع الحاج إن أنا هتولى القضية بنفسي ومن غير أي أتعاب. كل بس اللي مطلوب من حضرتك إنك تروحي الشهر العقاري وتعملي لي توكيل، وبإذن الله بإذن الله هجيب لك حقك من اللي عملوا فيها كده. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا حاجة، قولي اتفقنا وإن شاء الله ربنا هينصرنا. أنا قريت المحضر لكن للأسف موقف سليم بيه سيء للغاية. يعني إيه؟ وما إحنا جايين لحضرتك ليه؟ كل عودة وليها حلال يا فريدة هانم، بس أنا حبيت أوضح الأمور من الأول. أنا مش فاهمة حاجة ومش عايزة أفهم حاجة خالص. أنا كل يهمني دلوقتي إن سليم يخرج من المصيبة دي. إن شاء الله يا نسا، صحيح شهادة الشهود مش في صفه وكمان تقرير الطب الشرعي المبدئي ضده، لكن إحنا لسه في أول الطريق. يعني أنت ناوي على إيه دلوقتي؟ إن شاء الله هحضر معاه التحقيق المرة اللي جاية وربنا يسهل. على فكرة احنا ما تكلمناش في الأتعاب. ايوه بس حضرتك ما فيش مشكلة في الأتعاب اللي حضرتك هتؤمر بيه، المهم ان سليم يطلع. يا أستاذ ما لبستش يعني؟ عايزة خلاص هبتدي، احنا لازم نكون اول ناس موجودين. انا مش عايز اروح انا يا حاج. انت تخلص خالص، مش عايز اسمع عايزه مش عايز دي. انت تسمع اللي بقولك عليه وتنفذه وانت زي الجزمه القديمه. اتفضل يلا قوم البس وخمس دقايق تبقى قدامي هنا. يا حاج انت ازاي بس عايزني اروح؟ يعني اروح اقف عازل الواد اللي مات بسببي؟ اروح اخد عازل البت اللي انا موتها؟ تيجي ازاي يا حاج؟ حسك عينك اسمع منك الكلام ده تاني حتى بينك وبين نفسك. الاتنين اللي ماتوا دول احنا مالناش دعوه بيهم نهائي، ولازم نقف ناخد عزاهم كانهم اهلنا بالظبط. اتفضل عايزك تلبس بدله وكرافته وتسرع شعرك المنكوش ده، عايزك تقف في العزا راجل تبقى قد الواجب اللي انت رايح تعمله وقد الحزن على اللي ماتوا. ولعلمك الحزن ده لازم الناس كلها تشوفه في عينيك، فاهم؟ يلا يلا. كتر خيرك يا فريدة، تحرمش منك يا حبيبتي. بكرة الصبح هنزل البنك أسحب لك الفلوس وسلمى توديهم لك. إيه الكلام اللي يزعل ده بقى يا طنط؟ هو أنا مش زي سلمى وسليم ولا إيه؟ ربنا يعلم يا حبيبتي معزتك عندي قد ايه، بس دي الاصول. لو كان حصل كده مع سليم ولا سلمى كانوا هيعملوا كده. سليم نفسه لو حصل معاه كده كان هيعمل زي ما عملت. خلاص، وانا الفلوس دي اديتها لسليم، لا اديتها لك ولا اديتها لسلمى. هو لما يطلع باذن الله بالسلام هيديهم لي بنفسه. فريده انت والله العظيم ما هاخد منك حاجه يا طنط خلاص. وبعدين ما انت عارفه سليم ابنك لا يمكن هينام وحد له عنده حاجه، ده مش بعيد يطلع من النيابه على البنك على طول. جرى ايه يا سلمى؟ صلي على النبي امال، قومي اعملي يا حبيبتي الفريده حاجه تشربها. لا يا طنط انا لازم امشي، اصل ماما مسافره عمره بكره ان شاء الله، ويا دوبك الحق اقعد معاها شويه. يا حبيبتي بقول لك يا فريده، وصي ماما تدعي لسليم، تدعي له في الروضة الشريفة. حاضر يا طنط. مع السلامة. أدعي له؟ ده لولا إن الدعاء على الناس جوه الحرم حرام كنت دعيت عليه لما شبعت. حرام عليك يا ماما. حرمة عليه عيشته هو واللي زيه. أنت مش عارفة عمل فيكي إيه؟ ده كسر قلبك وكمان قتل قتلة، أدعي له إزاي؟ سليم لا يمكن يعمل كده، أنا عارفاه كويس، لا يمكن يأذي بني آدم. أمال هما بيتبلوا عليه؟ وبعدين ده ظابط، يعني لا له في السياسة ولا ملوش ظهر وضعيف. وبعدين أنا عايز أعرف منك حاجة، أنت مهتمية قوي بالموضوع ده ليه؟ وإزاي تروحي لهم؟ وكمان عند المحامي.
ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا ماما، ومفيش حاجه تستاهل ان احنا نتخانق عليها. ويا ستي لو كان على الدعاء خلاص ما تدعيش، ربنا بيسمع كل الناس جوه الحرم وبره الحرم، وسليم عنده ناس كتير قوي تدعي له من قلبها. ايوه يا ابني، خليهم يجهزوا لي العربيه، انا نازل حالا. تعيش وتجامل يا عم الحاج، مش هنتكلم في موضوعنا بقى ولا ايه؟ انت اتجننت؟ عارف لو فتحتني تاني في الموضوع ده قدام اي حد انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وعزه جلال الله ادفنك صحي. طب انت بتقفش ليه يا عم الحاج؟ جور انت ارفعي دلوقتي. يلا انا اخلص مع عم الحاج واكلمه. يلا. وانت تامر خد شادي واتكل على الله. يلا. الله، هو تامر بيه غريب ولا ايه؟ ده هو صاحب الليله كلها يا عم الحاج. تكون فاهم ان انت لو دراعي، اقسم بالله انا وقت الجد ما حد هيعوشني عنك. ده انا غالي يا عم الحاج، وربنا يخليك الاستاذ. عمرنا جيت اعمل الواجب برضه وافكرك. بالاذن يا بهوات، بالاذن يا بالحاج. عجبكم اللي انتوا عاملينه فيا ده؟ عجبكم؟ فطر. يلا. ايه ده يا ابني؟ انتوا قاعدين في اوتيل ولا ايه؟ شاي وقهوه وميه معدنيه. انت بقى سليم الانصاري؟